بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أسأل الله أن تكونوا بخير أينما كنتم أيها المشاهدين والمشاهدات الكرام. اليوم سوف نتكلم عن موضوع مهم. أردت اختصار هذا الموضوع في عدد من الشرائح، بإذن الله سوف تكون حوالي نصف ساعة أو 35 دقيقة. فكرة الاستطاعة وكيفية خلق البيئة الإيجابية للإنسان، خاصة في وجود تحديات وعوائق مهمة. الأمر يعني قد يكون اقتصار هذا الشرح على ليبيا، ولكن لا يعني أن هذا الموضوع لا يمكن تطبيقه في أي دولة ما، في أي مكان ما، أو من عن طريق أي شخص ما. سؤال مهم الكثير منا يبحث عن إجابته، خاصة في هذه الحياة. لماذا نحن هنا؟ لماذا قد خلقنا؟ ولماذا رزقنا بهذه الإمكانية أن نكون هنا ونعمل ونجد ونجتهد؟ الأمر بسيط من ناحية الدينية، وهو أن الإنسان خلقه الله عز وجل ليقوم بعبادته. فيقول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. اختصار العبادة يعني في خلق المرء على هذه الأرض من أجل أن يعبد الله بالفرائض التي فرضها الله عز وجل عليه، والتي يعني تم توضيحها من قبل الله عز وجل في الكتاب وفي السنة، وأن هذه العبودية يمكن تطبيقها من خلال نهج الحياة والسير في تطبيق هذه الممارسات العقيدية والشاعرية والدينية في شتى المجالات، من ناحية العمل، من ناحية الأهل، من ناحية الأصدقاء، من ناحية التفكير، من ناحية كل شيء تقوم به. وأيضا أمر مهم هو الخير والبركة والفلاح والصلاح. فعندما الإنسان يكون مع ربه، يلهمه الله عز وجل الصواب، ويعينه على الرشد، ويعينه على الثبات في الأمر، وبالتالي يمكن تحقيق المنصب أو المكسب الأكبر، وهو السرور في الدنيا والعيش فيها بكرامة وهناء، وأيضا في الآخرة. فهذا هو سؤال مهم جدا، يعني جدا يبحث عنه الإنسان ويستمر في البحث عنه حتى يلقى ربه حين موته بهذه الممارسات التي سوف نذكرها بإذن الله. سوف نعمل ونجد ونجتهد على توضيح هذا المسار لكي نفعل ما هو خير لنا في الآخرة والأولى. أسئلة أساسية سوف نجيب عليها، وهي ثلاثة: إيجاد البيئة الإيجابية في وسط المحيط بها الذي نعيش فيه، وأيضا كيفية الابتعاد عن السلبية والاقتراب عن الإيجابية التي في حياتنا، وأيضا البيئة وأهمية البيئة لنا، ولماذا نحن مهتمين بتطوير أنفسنا، ولماذا هذا التطوير يجلب على الوطن وعلى الدولة الخير والمنفعة والأثر الطيب. وأيضا أن نجتهد مع بعضنا البعض على تحديد هذه البيئة، وتحديد هذه السلبيات، وتحديد هذه الإيجابيات، من أجل تحقيق ذلك. البيئة هي أهم شيء يمكن الإنسان أن يخلقه من أجل أن ينعم ويطور، وأن يرفع من مهاراته، ويرفع من تفكيره ومن عقله. فتجد أن هناك مثل بخصوص مثل التفاحة الغير جيدة مع التفاحات الجيدة. فعادة مع الوقت هذه التفاحة بالمنظور الإنساني سوف تكون تفاحة جيدة. يعني إذا كان لدينا 10 أشخاص وتسعة منهم جيدين، تفكيرهم منطقي وإيجابي، وهم على خير وبركة، عادة يمكنهم إصلاح هذا العاشر. ولو كان الأمر بالعكس،
فهذا هو شر، وهذا هو صعب، ولا يستطيع الإنسان أن يؤثر إلا ولو قليل، ويحتاج إلى إرادة قوية وعزيمة كبيرة جدا، ولا تجدها إلا في قليل من الناس في العالم كله. فيجب عليك أن تقوم بسؤال نفسك، وأن تأخذ هذه اللحظة من أجل أن تتفكر كيف يمكن أن أخلق بيئة تساعدني على التفكير الإيجابي والمنطقي، وأين هي هذه البيئة؟ كيف يمكنني أن أجد هذه البيئة؟ ومع من يمكنني خلق هذه البيئة؟ ومتى يمكنني أن أجد هذه البيئة؟ فرضا مثالا بسيطا، هناك مقهى بجانبك، هذا المقهى يتميز بحسن ديكوره، وأيضا يتميز بوجود العديد من الناس المثقفة والمتعلمة الباحثة المهنية الأكاديمية، يمكن لك أن تستفيد حتى إن كنت يعني تكون موجودا هناك وتستمع إلى حديثهم وتناقش وتحاور معهم في بعض النقاشات المهمة. ومقارنة بمكان فاشل مليء بالدخان فرضا، مثل مراكز الشيشة التي للأسف ابتلينا بها خاصة في أوطاننا العربية بشكل عام، حتى في ليبيا يعني موجودة بكثرة، تخرج منها رائحة نتنة ولا تستفيد منها في شيء، بل تضيع وقتك 3 ساعات 4 ساعات. وقارنها أيضا بالمسجد وما فيه من طهارة وما فيه من قراءة القرآن وتلاوته، وهكذا. يعني لا يجب الإنسان أن يدرك كيف يمكن أن يحدد البيئة الإيجابية التي تمكنه من تطوير نفسه ومهاراته وأسلوبه في الحياة، وأن يتطبع بالخلق الحسن وغير ذلك من الأشياء الممتازة الإيجابية. أيضا تحديد الأشياء التي تحتويها هذه البيئة والتي يمكن أن تستفيد منها من أجل تحقيق هدفك. فأحيانا عندما تخلق لنفسك بيئة إيجابية، تجد هناك بعض الأشخاص الذين تتمكن من معرفتهم وتتمكن من التعلم مهاراتهم، وتطور تفكيرك مع تفكيرهم وهكذا، ويقوم بنصحك ويقوم بإرشادك وتقوم بتعليمهم وهكذا. يعني هناك تبادل منفعي، علاقة ربح ربح مع بعض من أجل الخروج بمهارات أفضل وهكذا. نتكلم عن البيئة ومكوناتها. هناك موارد مهمة، وهي تحديد المجال الذي أنت تريد أن تكون هذه البيئة فيه. هناك المجال العام، هناك الأسواق العامة، هناك مراكز الترفيه العامة، هناك ملاعب الكورة، هناك الصالات الرياضية، هناك العمل، بيئة العمل الموجودة، إما كانت شركة، إما كانت مؤسسة، إما كانت مدرسة تعليمية، إما كان هناك سائق تاكسي فرضا، هناك المطاعم، هناك المسارح، وأيضا المساجد وغير ذلك من البيئات. وهنا عندما تحدد الكم الهائل من البيئات المختلفة، يمكنك أن تقوم بنقد ما هو إيجابي وسلبي بناء على عدة مكونات، وهي الدين وربطها بالدين وما أهميته. يعني لا يمكن أن تكون في فرضا أن تجد نفسك في مرقص أو في مكان يعني فيه حرمة وانتهاكا لله عز وجل، فهذا غير إيجابي وغير سليم وغير منطقي من أجل أن تحقق الإيجابية في حياتك. ولكن إذا فرضا نظرنا إلى هناك مؤتمر علمي وأنت تقوم بمشاركة فيه، ولديك خطة من أجل تسليم بحث ما من أجل مناقشتي في هذا المؤتمر، فأنت تخلق نفس مجالا مكانا للنقد والتحليل وتطوير المهارات، فهذا يمكن أن يسمح لنا بإيجاد بيئة إيجابية لنا. سؤال بسيط يمكن أن تقوم بالتفكر فيه قليلا، حتى وإن توقفت قليلا عن هذا الشرح: ما هو أهم نقطة لتحقيق البيئة الإيجابية لديك، ولماذا؟ فكر
حاول أن تفكر، حاول أن تفكر، حاول أن تفكر، أو حتى أن تحدد ذلك بورقة وقلم أمامك من أجل أن تحدد المسار الذي أنت فيه فعلا. الاستفادة من البيئة، يمكن للإنسان أن يستفيد من بيئته في شتى المجالات. تطرقنا إلى ذكر العلاقات وأهميتها سابقا في الشريحة السابقة، وأيضا هناك المجال الفكري والإبداع والابتكار، وأيضا الحب والمنافسة. تجد أن عادة البيئات الإيجابية تمكنك من تعلم أشياء جديدة تسهم في رفع قدراتك، بل بالعكس تجد نفسك أنت في سباق مع الآخرين، لأن هناك آخرين أفضل منك وأيضا يمتازوا بمهارات أفضل منك، وأيضا يمكنهم التعلم منك، وأيضا أنت تتعلم منهم أيضا، وهذا أمر مهم جدا. فالاستفادة هنا تكمن في معرفة وإدراك الشيء الذي يسمح لك بتحقيق ما هو يعني نافع لك داخل أي بيئة وداخل أي أمر داخل هذه البيئة. فهذا هو المهم، والاستفادة من البيئة تعتمد على حسب الشخص أيضا، وتعتمد على حسب مهاراته، تعتمد على أنه هل هو المتلقي أم هو المتعلم أم هو المدرس في هذه البيئة، وهكذا يعني. ولكن اختلاف الدور هو المطلوب هنا، يعني يمكن الإنسان أن يستفيد بأي دور من الأدوار إن كانت البيئة إيجابية له. كيف نعرف؟ كيف نعرف أنني الآن في البيئة الإيجابية؟ أمر بسيط جدا، يمكنك أن تقوم بإعادة النظر في أي بيئة، فرضا في الأسبوع الماضي، أينما حللت، يعني أين كنت في الأسبوع الماضي؟ فرضا كنت في الجامع عدة مرات، كنت في المطعم عدة مرات، كنت في الصالة الرياضية عدة مرات، ذهبت إلى مركز الترفيه، ذهبت إلى الشيشة، ذهبت إلى فرضا ذهبت إلى البحر، ذهبت أتريض بالخارج، قمت بالعمل في كسائق أجرة، قمت بعمل في مطعم ما، وهكذا. حدد أنواع الأماكن اللي كنت فيها، وأيضا البيئات التي ذهبت إليها. لذلك يجب علينا أيضا من أجل هذه البيئة، يجب علينا أن نحدد من هم داخل هذه البيئة، مثل الأصدقاء، مثل الزملاء، مثل الأعداء، مثل الأهل. هذوما كلهم يعني مهمين، لكي يجب علينا أن نعرف أن هذه البيئة إيجابية أو غير إيجابية. أريدك أن تتوقف أيها المشاهد والمشاهدة الكريمة لحظة من أجل أن نحاول أن نكتشف عاداتنا مع بعض. فخذ قلم وورقة وحاول أن تكتب 5 أشياء سلبية و5 أشياء إيجابية تقوم بها في حياتك. حاول أن تحدد ذلك، فهذا مهم جدا. يلا خلينا نتوقف لحظة ومن ثم نرجع. شكرا لك على عملك هذا، وأسأل الله أن يكون نفعا لك وأن يكون إعانة لك لتحديد المسار الصحيح في حياتك. أمر مهم جدا، عندما نحاول أن نرى عاداتنا وتقاليدنا يجب علينا أن نربطها بعدة أشياء. أول حاجة يعني المسار الذي نريد أن نصل إليه، يعني تعتمد البيئات التي نحن نجدها لأنفسنا في الهدف الذي نريد نصل إليه، وأيضا الرؤية التي نريد نصل إليها. فبناء على البيئة الذي أنت وضعت نفسك فيها، سوف تجد نفسك في مسار أحيانا لا تريده، وهذا أمر مهم يجب عليك أن تقوم بإدراكه. فموضوع السلبية والإيجابية موضوع مهم، يجب على الإنسان أن يكون دائما متفائلا بالخير. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: تفاءل الخير تجدوه. فتجد نفسك يجب عليك أن ترى الأمور بمنظور إيجابي، وأن تبتعد بقدر استطاعتك عن الأشياء السلبية، وأن تصبح طليعا أثرا طيبا وفي في طليعة الأمور الإيجابية، وتحقق دائما العطاء والحب والنمو والخير
والزيادة والتعلم وحب مساعدة الناس بشكل عام. وأيضا أمر مهم هو الخليل، الصديق، صديق السوء وصديق الخير. صديقك يجب أن يعينك على فعل الخير، يعينك على الصلاة، ويعينك على الأمور التي تنفع آخرتك، وأن يعمل تعمل معا على أن تقوم بالأعمال الخيرة، وأن يعينك إن ذهبت إلى الشر، وأن ينصحك وأن تنصحه. هذا هو الصديق الذي تريده. فيجب عليك أن تحدد الأشياء السلبية والإيجابية التي تقوم بها في كل حياتك اليومية والأسبوعية والشهرية. هناك بعض النصائح التي أريد أن أعطيها هي النصائح الإيجابية من أجل الوصول إلى الرؤية المطلوبة. التثبيط سيء وأمر يعني مؤسف جدا، نرى الكثير من المثبطين في حياتنا ولكن لا تدعهم يصلون إلى قلبك، فهذا أمر مهم جدا. يجب أن يكون قلبك قويا، يكون قادرا على حماية نفسه من التثبيط، بل إن إذا كنت عازما على فعل أمر جيد ومهم للعلم والحياة والخير والفلاح، توكل على الله وحاول أن تستشير الناس اللي هم إيجابيين من أجل أن هم يعطوك دافع وحاجة إيجابية من أجل تحقيق ذلك. حاول أنك أنت تفتح بابك لأجل الحلفاء والأعداء، وحاول تحلل الكلام بمنطقية وتسأل نفسك لماذا وكيف وهكذا. أيضا نتعرف على الآخرين الذين هم مثلنا من أجل نخلق بيئة متشاركة متشابهة سوية. ومهم جدا أن نقرأ ونتعلم ونثقف أنفسنا، ونفتح الكتاب ونتعلم ونستفيد من كل تجارب الحياة الموجودة. فهناك كم هائل من الكتب موجودة على الإنترنت إن كان ليس لديك القدرة على شراء كتاب فعلي. وأيضا يمكنك أن تستفيد من هاتفك النقال، أن تنزل كتبا عديدة ومقالات ومستندات تسهم في رفعة نفسك وتطوير تفكيرك المنطقي. وأيضا هناك موضوع التعلم والفهم والتطبيق والتطبع والطبع والعلم. أكرر هذه الحلقة حتى تكون يعني واثقة من نفسك بدرجة يعني قوية جدا. ولا تنسى أن كل ما زدت علما ازداد علمك بجهلك، ويجب أن تستمر من أجل الحصول على علم أكبر. وليس هناك فوق الله عز وجل من ناحية العلم، فهو العليم. ولا تستسلم، استمر 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 حتى تصل إلى غايتك السامية. وثق في الله وثق في نفسك، وتأكد أنك قادر إذا عزمت على الأمر من تحقيقه. والأمر بشكل عام، فكر، ناقش، حاور، تأدب وشارك وحلل مع الآخرين، واكتب واستفسر واسأل، وحاول أن تعيش حياتك بهذه الصورة من أجل أن تحقق أفضل نجاح لك. موضوع التطوير، تطوير النفس وتطوير الوطن وما علاقتهما مع بعض، هذا أمر مهم جدا جدا جدا. يجب علينا أن